في أول يوم العيد كنا عاملين احتفالات الأجواء العيد، وقاعدة أنا وأسرتي وأولادي قاعدين في أمان. بعد العصر اشتد القصف، فصار يعني يصعد الإشي، صارت الضربة القوية، حسينا بإشي هيك بيرفعنا، إشي بيطير فينا طير. صار الأولاد يصوتوا، عندي بنتي الكبيرة اترمت على الأرض اتصابت في رجلها، وبنتي الثانية الصغيرة أخذت 10 غرز في راسها. لما طلعنا برا ما حسيناش في حالنا كيف طلعنا من القصف هذا والحجار والدمار هذا كله. قاعدين مآمنين سالمين في دورنا، ما فيش يجي القصف علينا هيك فجأة من غير تحذير. اطمنيت على أولادي، نطلع هيك لقيت جيراننا شبح، الشارع شبح دمار. وهي هذا انت شايف يعني هي هذا بيتنا اللي تدمر، في 3 أسر فوق، اولادي الاثنين ساكنين كل واحد شقه ابوهم بنالهم، وتحت انا واولادي التانيين، وراح كله دمار. والله شقى، والله تعب وشقى، ربنا العالم يعني الواحد كيف بياسس وكيف بيبني، يعني الانسان بيحوش قرش على قرش انه ياسس ويبني دار، راح الدمار هيك شايفها على باب الدار.